بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الرابعة، أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إليكم لنشر محاضرة فيديوية الأخرى الخاصة بموضوع الاستقطاب بعد محاضرة تصميم العمل حسب مفردات المادة. موضوع الاستقطاب أحبتي جدا مهم، يسهل عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة للمنظمة واللي تشتغل بكفاءة واللي تحقق بالنتيجة أهداف المنظمة. وطبعا هنا عملية الاستقطاب يرافقها اثنين من الطرق عند أهمية خاصة نتحدث عليها. هناك طريقتين، طريق استقطاب الداخلي والخارجي، وبالنتيجة راح توصل المنظمة إلى قرارها النهائي، وحتى يتسنى عليها بعد هذه العملية عملية اختيار الموارد البشرية اللي نيجي عليها بالمحاضرات القادمة. هسه عندنا الاستقطاب هو البحث عن الموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة في سوق العمل، طبعا بالعدد والنوع المطلوب، ودعوتها للتقدم إلى التوظيف بالمنظمة من الوظائف الشاغرة التي سبق وأعلنت عنها طبعا، واختيار الأفضل منهم. أهمية الاستقطاب أحبتي، طبعا هنا نتيجة التغيرات المتسارعة حصلت في العالم والتنافسات التي صارت بين المنظمات والمنافسة الشديدة، أدى إلى حاجة المنظمات إلى موارد بشرية ماهرة ومبدعة وحكيمة حتى تتعامل مع التقنيات الحديثة التي أخذت تتطور بالعالم بشكل كبير. طبعا حتى نوفر هذه الموارد الحكيمة، نا يجب أن نحسن بعملية الاستقطاب، وبالتالي يصير عندنا بدائل انتقاء متعددة، ومن ثم نختار عدد كافي من الموارد البشرية اللي نخليهم بالمكان المناسب لهم لتطوير حياتهم الوظيفية وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة. اعتيادي أحبتي الطلبة، المنظمات أو العديد أو غالبية المنظمات السياحية والفندقية تنتهي سياسة معينة بالاستقطاب، كونها تحقق ميزة تنافسية تعتمد فيها على جودة وكفاءة العاملين، يعني تنافسوا بقية المنظمات. احنا كما أسلفنا سابقا بالمحاضرات السابقة قلنا أنه المنظمات يعني منظمتك دا تعيش ويا منظمات أخرى مشابهة وتدخل بمناسبة شديدة معها كونها تقدم نفس الخدمة، لذلك هنا شلون راح تلعب دور أنت من توفر لك موارد كفوءة، موارد بشرية كفوءة حتى تأهلك بالعمل بمنافسة شديدة مع المنظمات الأخرى. طبعا هذه الموارد كفوءة تتوفر من خلال عملية الاستقطاب. أهمية الاستقطاب أحبتي يضمن من خلال تحديد النقاط الآتية: أولا تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية استقطاب في المنظمة من خلال الارتباط بين عملية تخطيط الموارد وتحليل العمل اللي تكلمنا عليها سابقا، زيادة أعداد المؤهلين من طالبي الوظائف وطبعا بكلفة منخفضة، دائما لازم نلاحظ خفض الكلفة بشكل مستمر حتى ننافس، زيادة نسبة النجاح لعملية الاختيار بواسطة تقليل عدد الأفراد الأقل تأهيل للعمل، تقليل عدد الأفراد من مقدمي طلبات العمل الذين بعد استقطابهم واختيارهم طبعا يمكن أن يغادروا المنظمة بعد فترة قصيرة من الوقت، زيادة التأثير التنظيمي والفردي على المدى القصير والطويل، وتقييم تأثير تقنيات ومصادر استقطاب على كل أنواع مقدمو طلبات العمل. أحبتي بالنسبة للعوامل المؤثرة في استراتيجية استقطاب المنظمة، عندنا أهم العوامل هي جاذبية المنظمة السياحية. طبعا الأفراد العاملين المحتملين اللي حيجون للمنظمة اللي ممكن أن نجذبهم يجدون المنظمات السياحية، طبعا يجون على المنظمات السياحية الأكثر جاذبية. فهنا أنا أنضرب لكم مثل، يعني منظمتين، منظمة ألف ومنظمة باء. المنظمة ألف تكون مشغولة في عملية التوسع هاي وصناعات مربحة وتدفع مدفوعات عالية وإجور عالية وتوظيف ثابت، عمل نظيف، فوائد إضافية جذابة. هذه المنظمة تكون مترهاية بعملية الاستقطاب، يجون إليها يعني ناس عندهم كفاءة عالية. ليش؟ لأنه يعني هي طبيعة عملها كذا، يعني تعطي أجور عالية وعمل نظيف وعلاوات ترفيعات وغير ذلك. المنظمة الأخرى، منظمة باء، تكون في صناعة عالية المنافسة، مستويات الأرباح والأجور منخفضة بها نسبيا، لذلك هذه المنظمة تمتلك سمعة بعملها غير المستقر، والعديد من الأعمال تقدمها طبعا غير نظيفة وخطرة،
فحتواجه اوقات صعبه في عمليه استقطاب، يعني حتعاني. ليش؟ لانه تعرف انه هاي الاعمال خطره وغير مستقره وبسوق منافسه شديده، وبالتالي تختلف عن المنظمه الاولى الف، واللي هي تكون عاده عملها نظيف وتكون مترهايه بعمليه استقطاب وتجذب اعداد كبيره وتحاول ان تنتقي الافضل منهم. بالنسبه للعامل الثاني هم اللي هي العوامل البيئيه. طبعا هنا تعتمد على سوق العمل، فاما ان تكون طبعا بما تحوي اسواق العمل مستويات العرض الكلي الموارد البشريه كافه المصادر، هنا اما ان تقوم المنظمه السياحيه باجراء مسح خاص للاجور والمواقع التي تقوم باستطلاعات لمعرفه الوظائف الماهره وغير الماهره اضافه الى الاعمال الكتابيه والمواقع الاخرى، او تقوم بالتعرف على حجم السوق والمعلومات المتعلقه به، مما يؤدي الى اختيار اي استراتيجيه وطريقه استقطاب يمكن ان تستخدمها المنظمه، يعني حسب ما موجود بالبيئه المحيطه. خبره المنظمه السياحيه في الحصول على الموارد، اذ ان استقطاب الافراد المؤهلين للعمل بصوره مستمره من قبل المنظمه طبعا يدفع الى زياده عمليه الحصول على الموارد البشريه من الخارج. وبالعكس، اذا كانت الكثير من المؤشرات توضح ان المنظمه لم تنجح بهذه العمليه فتحاول تتريث وتقلص الطلب على الافراد من الخارج. هذا يعتمد طبعا على خبرتها وكيفيه حصول على هذه الموارد. العامل الاخر اللي هو القيود والمحددات الحكوميه تفرضها النقابات ولتلك اللي تفرضها نقابات العمال. طبعا هذا كله يتحدد بالقانون، طبيعه القانون. قد تكون هناك بعض اللوائح والقوانين الخاصة ببعض الشركات اللي هي يعني لازم تلتزم بها. ضرب لكم مثال، مثلا شركة الطيران في مجال عملكم، شركة الطيران يعني تتمنى أن يكون من مضيفيها هم من الإناث الجذابات، فهي راح تكسر القانون هنا إذا كانوا المرشحين مؤهلين هم من الذكور، راح ترفضهم. ليش؟ لأنهم تريد من الإناث سيكونون ذكورا وليس إناثا، وبالتالي ترفضهم. أو قد ترفض المرشحين الإناث إذا كانت أعمارهم عالية، يعني أعمارهم كبيرة، فتريد من الإناث الجذابات وأعمارهم مناسبة حتى يشتغلون كمضيفات للطيران. إذن هناك قيود ومحددات حكومية وتعليمات تفرضها نقابات العمال. المنافسة بين المنظمات السياحية، أحبتي، الاتجاه نحو شرعية جذب الموارد البشرية للمنظمات السياحية المنافسة، شركات سياحية، بنوك، شركات تأمين غيرها، واستخدام الإغراء يجعل الاستقطاب مسألة أساسية وضرورة ملحة لتأمين المرشحين للوظائف ذات مواصفات خاصة ومميزة. السياسات التنظيمية، أحبتي، السياسات التنظيمية تتضمن تركيز المنظمات السياحية والفندقية على مجموعة من الإجراءات والطلبات وضعتها بنفسها أو تلك اللي وضعتها التشريعات والقوانين الاجتماعية والإنسانية في علاقتها بالأفراد العاملين، في محاولة السيطرة طبعا على الكلف وتقليل الحد الأدنى. فأما تنتج سياسة استقطاب من الداخل أو تهيئة الموارد البشرية من الداخل طبعا بالاعتماد على ترقية الأفراد من مكان إلى آخر حتى تعزز مكانات بها وظائف شاغرة، أو تتبع استراتيجية التمايز. هنا لازم أكو يعني تنويع في عرض منتجاتها أو خدماتها بالأسواق، وبالتالي تحاول أن تعتمد على جذب الأفراد أو استقطاب الأفراد البشرية الموارد البشرية الكفوة من الخارج حتى تساعدها في عملية رسم استراتيجية التنويع والإبداع في المنتجات. وطبعا ما حد يقدر عليها غير الأفراد اللي هي حتجذبهم بالخارج اللي عندهم خبرة في هذا المجال. طرق الاستقطاب، أحبتي، نوعين: استقطاب داخلي، هاي تلجأ إلى المنظمة في حالة الترقية وحالة عدم التوازن بالموارد البشرية. مزايا: وفرة الموارد الكافية عن المرشحين داخل المنظمة، يعتبر من أهم الحوافز المؤثرة في العاملين، انسجام كبير مع البيئة وثقافة المنظمة، طبعا يساعد ترقية في الرفع من الروح المعنوية للعاملين، انخفاض كلفة الاستقطاب الخارجي، ويساعد في المحافظة على الموارد البشرية الحالية وعدم تسربها. عيوبه: الاعتماد على الترقية اللي حيقلل من تنويع المعارف والمهارات التي يمكن نجيبها من الخارج، تؤدي الترقية لنشوء صراعات وإحباطات نفسية لدى غير المترقين من الموارد البشرية، وحرمان المنظمة من كفاءات خارجية تساعد على التطوير والابتكار. بالنسبة للاستقطاب الخارجي، مصادر الاستقطاب الخارجي: مختلف الجهات الخارجية ممكن تزود المنظمة بحاجياتها من كفاءات البشرية، والحاجة الموارد البشرية تحدد من مصدر خارجي توفر فيه تلك الاحتياجات. مميزاته: هي يزود المنظمة بموارد بشرية تحمل كفاءة
وثقافة جيدة وأفكار جيدة تبعث الحيوية نشاط المنظمة، ونزود المنظمة يمكن أن نزودها بموارد بشرية مؤقتة نستغني عنها وقت ما نريد في حالة تقلبات السوق. سلبيات المصدر الخارجي هنا احتمال تعيين موارد لتحمل المواصفات المطلوبة ربما لا يكون متميز بالشكل المطلوب، يعني تعيين تجيب فد عامل ما يكون متميز بعدين بالشكل المطلوب، ويؤثر التوظيف الخارجي في الوظائف الرئيسة سلبا على الروح المعنوية للعاملين بالمنظمة. بالنسبة لوسائل الاستقطاب الخارجي أحبتي، أولا الإعلانات، هذا أهم مصدر. طبعا هنا يراعى اختيار وسيلة الإعلان المناسبة، صحف، مجلات، جرائد، غيرها، صياغة وتصميم الإعلان بشكل مناسب، ويراعى فيه تصميم الإعلام بشكل جيد يثير الدافعية لطالب الوظيفة وتحديد العمل المطلوب من المتقدمين. الوسيلة الأخرى للاستقطاب الخارجي هي مكاتب التوظيف، تقوم بدور الوساطة بين المنظمات وطالبي العمل، منها الحكومية ومكاتب العمل الخاصة ومكاتب تابعة لمنظمات غير ربحية. والمكاتب الاستشارية، مكاتب الاستقطاب الاستشارية أيضا هي مكاتب تقوم نيابة عن المنظمة بعملية استقطاب وتحليل طلبات التوظيف وإجراء المقابلات. هناك المعاهد والجامعات أيضا تزود، هناك معاهد وجامعات مثل جامعتنا وكليتنا تزود بالموارد البشرية اللي لها خبرة بهذا العمل، واختيار المؤسسات ذات السمعة الجيدة من حيث خططها الدراسية وكفاءة مدرسيها، لأنها وسيلة سريعة للحصول على خريجين بين مجال التخصص، وتساعد بحيث يوجد اتصال بين مكاتب التوظيف والمعاهد أو هاي الكليات في التخصصات. مكاتب التوظيف، أكو مكاتب توظيف خاصة بالمنظمات، وهناك إعلانات تكون عن طريق النت. هذا الرسم أحبتي يوضح خطوات الاستقطاب الداخلي والاستقطاب الخارجي، وواضح اللي هو خطوات الاستقطاب الداخلي يشمل تحديد الفرص الوظيفية المتاحة وتحديد الوظائف الشاغرة. بالنسبة للفرص الوظيفية المتاحة، فحص حركة التنقل الداخلية، فحص مخزن المهارات والإعلان الداخلي على الوظائف. بالنسبة لتحديد الوظائف الشاغرة، فحص مخزون المهارات، مراجعة طلبات المتقدمين من الداخل عن طريق لجنة محددة. بالنسبة للاستقطاب الخارجي، تحديد وسائل الاستقطاب الخارجي وتنفيذ عمليات الاستقطاب، وهنا بالنسبة لتحديد الوظائف أيضا تحديد وسائل الاستقطاب الخارجية وعمليات التنفيذ. آخر شيء أحبتي معايير تقييم برنامج الاستقطاب، أكو عدة معايير نستند عليها، اللي هي عدد وتخصص الأفراد المستقطبين، مستوى المواصفات المستقطبة يعني نحددها عالية ومتوسطة وضعيفة، مدة زمنية تجزى فيها الاستقطاب، وتقليل كلفة الاستقطاب، كلفة المستقطب الداخلي أو الخارجي، درجة القناعة الحاصلة لدى المستقطبين طبعا تتحدد عن طريق مقابلة الشخصية، عدد المصادر التي تم الاتصال بها، وعدد المقابلات التي أجريت في عملية الاستقطاب. أحبتي هذه المحاضرة بشكل مختصر، مثل ما قلنا المحاضرة الفيديوية لازم تكون يعني قليلة يعني قصيرة حتى تقدر تتحمل، وأقدر أحمل لكم إياها وتقدرون أنتم تحملوها بسهولة. أي معلومات طبعا هي معلومات تعزيزية أحبتي بيها، أي استفسار أو معلومات أخرى أنا موجود على الكلاس روم وكذلك على الجروب اللي شكلنا ويا الممثلين، ممكن أنه أجاوبكم على أي استفسار أو معلومة، وأنا حاضر بالخدمة وأتمنى لكم موفقية. شكرا أحبتي جزيلا على متابعتكم للمادة.